الرئيس السيسي يؤكد العمل على تحسين الخدمات والمرافق وإيجاد فرص عمل، ويشدد على أهمية الوحدة لتحقيق التقدم. الرئيس السيسي يتفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات ويؤكد دعم أصحاب الحرف اليدوية. بعد التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس، والجيش اللبناني يعثر على صواريخ معدة للإطلاق. السادسة صباحاً، الرابعة بالتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الوحدة لتحقيق التقدم والتنمية، وخلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن تثق في أنفسنا وفيما تم إنجازه. إحنا ما بنجيبش، حدش بيجيب حاجة من جيبه، بس كان هيبقى جميل قوي إن إحنا نحس إن كل اللي بنعمله ده كمان أنتوا مع بعضكم تحبوا بعض أكتر وتساعدوا بعض أكتر، عشان يعني مش عايز أقول ندفن كل اللي فات ونبص اللي قدام لولادنا ولينا ونحسن. هو الدفن فعلا. يعني عايز أقول لك إيه، أنتوا مع بعض وإحنا معاكم، وصدقيني لما بتكلم مع المسؤولين بقول لهم عايزين نعمل برامج مخلصة. برامج إيه؟ مخلصة يعني إيه؟ يعني نبقى مش يعني يبقى من قلبنا إن إحنا بنجري ونغير ونساعد بعضنا، عشان أنتوا أهلنا، عشان أنتوا إيه؟ أهلنا، أهلي. أنا أتشرف إن أنتوا أهلي. يا ربي. آه، عشان بس النقطة أنت هتتكسفي تقولي أيوة أهلي. أمال إيه؟ ما أنا قلت لك الراجل بسيط يعني زيكم كده. أنا بتكلم بجد. بركة في حضرتك يا رجل. البركة في ربنا. هو ربنا اللي عنا على كده، والشكر دايما موصول لله ان هو اللي ساعدنا ووفقنا ان احنا نعمل ده. وخلال مأدبة افطار الاسره المصريه بالاسمرات، اكد الرئيس السيسي ان المشروعات الجديده والتنميه تستهدف خلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى ان الدوله تسعى لتوفير مليون فرصه عمل في السنه. انا عايز اقول حاجه جميله جدا. انت عارفه مثلا كل سنه تقريبا، يعني منذ أنا توليت المسؤولية لغاية النهاردة، عدد الشقق اللي ممكن تكون، أنا بتكلم اللي الدولة يعني مش المطورين العقاريين ولا إيه يا دكتور مصطفى، إحنا بنتكلم في 2 مليون وحدة، مش كده؟ 2 مليون وحدة، ويمكن يكون ربعهم أو أكتر شوية بيعملوه المطورين العقاريين، غير المساكن اللي بيعملوها الأهالي. يعني أنا مش بتكلم على، بقول إيه؟ بقول إن ده فرص عمل في كل الأعمال اللي مرتبطة، وهي مهن كتير قوي بالمناسبة في اللي احنا بنتكلم فيه ده. وهنا النقاش لينا كلنا يتقال إيه؟ طب أنت بتعمل ده ليه؟ أنا بخلق فرص عمل للناس دون أن أدخل في موضوعات معقدة جدا جدا. لكن لو أنا النهاردة بعمل مشاريع زي البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها ديت، المواد بتاعتها موجودة في مصر في الغالب يعني، فبتشغل مصانع كتير كتير كتير، وبتشغل ناس كتير في الموضوع. وبعدين برضو احنا ماشيين في سكة ان احنا يبقى عندنا شغل تاني. انت عايزة 700,000 فرصة عمل في السنة، دول هم بيتخرجوا من الكليات، مش كده دكتور مصطفى ولا انا؟ طب في كمان جمع منهم قديه من الدبلومات والكلام ده؟ يعني مليون فرصة عمل في السنة، ألف مليون فرصة عمل ده يعني إيه؟ ده رقم ضخم جدا. الدول عملاقة ما بتقدرش تعمل ده، رغم إن هي ما عندهاش النمو السكاني بتاعنا، لكن إحنا بالرغم من كده بنحاول بدليل. إحنا نسبة البطالة عندنا 7.4%، ودي نسبة تعتبر بالنسبة للدول كتير، يعني نسبة تعتبر في ظل الظروف الاقتصادية اللي هي الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي تعب الناس، دي تعتبر نسبة كويسة قوي. طب عايزين نقللها طبعا، ونعمل فرص عمل أكتر كده طبعا، ما فيش كلام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر،
موضحا أن الدولة تسعى لتحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من خلال مبادرة حياة كريمة. كان ضروري ضروري قوي يا محمد، وأنا بقوله تاني عشان الناس تسمعه، ما كانش في حل تاني، ما كانش في حل تاني إن إحنا نسيب بعد موضوع الأحداث بتاعة 2011 حالنا من غير ما نغيره ونجري عليه، مع الوضع في الاعتبار إنك أنت عايز أقولك يا محمد، إحنا 2011 للنهاردة تقريبا دخلنا في أكتر من 11 سنة، أنا بقولك إن إحنا زدنا حوالي 25 مليون أو 20 مليون، رقم كبير قوي، وزدنا 2.5 مليون سيارة. طب ده علاقته إيه بالكلام اللي أنت بتقوله اللي إحنا ماشيين فيه؟ الدولة لازم تتحرك بمعدلات نموها عشان أولا تعوض النقص اللي كان موجود قبل كده أو العجز اللي كان موجود قبل كده في مرافقها. أنت بتقول حياة كريمة، إحنا شغالين في مرحلة وبنتمنى إن إحنا نخلصها قريبا، يعني في مرحلتين تانيين. أنت بتتكلم على حياة 60 مليون، بتتكلم على حياة 60 مليون إنسان عايز تحسن من حياته، عايز تعمل لهم صرف صحي كويس. عارف يعني إنسان يقعد يعني يبقى البيت بتاعه الصرف الصحي فيه مش آدمي؟ يعني أنت بتتكلم مش على أسرة ومية وألف، إحنا بنتكلم على ملايين. نفس الكلام في مية الشرب، نفس الكلام في الكهرباء بشكل أو بآخر، ثم بقيت الحاجات الأخرى اللي بنعملها. أنا بس هنا بسجل في اللقاء ده معاكوا عشان تقولوا إيه، طب ما الفلوس اللي أنت بتصرفها دي كتير قوي كتير. طب أنا هقول لك يا محمد، يعني طب ما الشقة بتاعت الأسمرات كتير كتير قوي كمان، طب ما اللي قبل مننا ليه ما عملوش؟ عشان كتير، بس فضلت أهالينا يعني بيقاسوا. وعمر المجتمع اللي يرضى إن ناسه تقاسي وما يجريش عليهم ويحاول يساعدهم. هقول لك كلام غريب شوية، يعني كتير من الناس يقول لك أنت بتتكلم كده كتير ليه؟ لأن هي الحقيقة كده، الحقيقة إن ربنا بيساعد اللي بيساعد. شدد الرئيس السيسي على أهمية العمل من أجل النهوض بالتعليم للوصول إلى المستوى المنشود في ظل الأعداد الكبيرة من الطلاب. في التعليم باختصار، انتوا شفتوا كنت من وين كده، كنت انا موجود في الاكاديميه العسكريه، فكنا عاملين جمعنا مجموعه طيبه من معلمين خدمه 10 ل 15 سنه عشان نختار منهم مديري مدارس. نختار ايه مدير مدارس؟ الفكره ايه كلها، ان احنا قلنا نختارهم ونعمل لهم تاهيل دبلومه لمده 6 شهور ونبتدي، بدل ما نقول ان انا هصلح كل المدرسين صعب، مليون ونص مدرس، لكن نخلي النهارده لو انا بقى عندي 500 معلم 500 مدير مدرسه ناظر يعني، ورحت مدخلهم وجهزتهم كويس ودخلتهم على المدارس، يبقى انا حطيت روح مختلفه في المدرسه ديت. وكلمت معهم كتير، قلت لهم تفتكروا انا مستعد اديكم تكلفة التشغيل اللي احنا بندفعها كوزارة التربية والتعليم لبعضهم؟ يعني تفكروا هل تحبوا ان احنا نخلي بعضكم يدير مدرسة بنفس الشروط اللي احنا ماشيين بيها يعني من غير تغيير؟ كلام كتير قوي قوي بنعمله، لان التعليم اللي انت بتتكلم عليه واللي احنا بنحلم بيه اكتر كتير من اللي احنا فيه، وانا بعترف اكتر كتير، بس من غير ما يكون ايدينا مع بعض صعب يا محمد نطلع قدام، لأن ظروفنا صعبة. أنت عارف إحنا عندنا عددنا كام؟ 105 مليون في التعليم، 25 مليون في التعليم الأساسي، 25 مليون، والتعليم الجامعي 3.5 4، مش كده؟ 3.5 4 مليون في التعليم الجامعي، يعني تقريبا 30 مليون على بعضه. ده دولتين ثلاثة مع بعض، دول إيه؟ دولتين ثلاثة مع بعض. انما لو ربنا وفقنا وعرفنا نعمل تعليم كويس لهم قوي، احنا هنبقى في حته تانية. هذا وطالب الرئيس السيسي بالاهتمام بتربيه النشء، مشيرا الى اهميه دور الدراما والثقافه في هذا الصدد، كما شدد كذلك على ضروره الاهتمام بالقيم وتحسين السلوك.
المفروض ولادنا دول ولاد وبنات ما يشوفوش فينا ابدا تعبير مش جميل. انا بتكلم مش على حضرتك، حتى لما بنلاقي يعني عمل يعني في دراما ولا كده، المفروض ان احنا الفاظنا احنا بنتكلم وبنحسن من كلامنا وبنحسن من سلوكنا، وبالتالي عشان نعمل ده احنا محتاجين كلنا نراقب نفسنا. الكلام اللي بيطلع من هنا يعني حسيب رقيب، حسيب رقيب بيتحسب علينا ومتراقبين فيه. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية التعاون والتكافل بين المصريين للنهوض بأحوال المواطنين. الحمدك مش كلام، الحمد مسار، يعني طريق نمشي فيه. الطريق ده ان احنا نعظم كل حاجة موجودة معانا. لو حد فينا ما بيقراش ويكتب، وحد فينا بيقرا ويكتب، ما نستكترش على نفسنا ان احنا نعلمه. لو حد فينا ما بيشتغلش، وحد فينا بيشتغل شغلانة كويسة، ما نستكترش ان احنا نعلمه. ما فيش حد بينا ضعيف، ما حدش منا يبقى فقير. صدقيني انا بقول الكلام ده لكل المصريين، مش لحضرتك ولا للناس بتوع الاسمرات ولا بشاير ولا اهالينا، لكل الناس. طول ما القلوب تبقى مع بعض لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعد ان شاء الله، يساعد بافكار ويساعد بدعم ومسنده انا ما اعرفهاش، هو ربنا بقى اللي يعمل. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تناول وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب. الرئيس السيسي تفقد أيضا معرض الأسرة المنتجة بالأسمرات، حيث اطمأن على أحوال الأهالي في المساكن الجديدة. وخلال تفقده المعرض أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستوفر أي ماكينات أو معدات يحتاجونها، مشددا على حرصه الدائم على دعم أصحاب الحرف اليدوية والاطمئنان عليهم ومعرفة احتياجاتهم. وخلال مأدوبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية بمدينة الأسمرات مع مجموعة من الشباب من المدينة المشاركين في إفطار الأسرة المصرية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم والحديث معهم حول ما يشغلهم من قضايا، واستكمالا لخطواته للتواصل مباشرة مع أفراد الشعب المصري. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء. وشهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة بهدف تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية. كما تطرق الاجتماع كذلك لمشروع الأوتوبيسات الكهربائية في إطار الاستعدادات لتشغيل خدمات النقل الذكي ومستجدات المنظومة الأمنية الموحدة بالمحافظة، فضلا عن منظومة الرصد المرئي، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة ومنظومة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وكذا تأمين مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وخلال الاجتماع تم استعراض ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى واستعدادات المرحلة الثانية، وأكد تقييم ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين. توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الإجمالي لمصر 4% خلال العام الجاري 2023 والمقبل 2024، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تعكس توقعات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يتعزز النمو العام في مصر بنمو قطاع الخدمات خاصة السياحة وقناة السويس وقطاع التشييد،
وذلك في الوقت نفسه رجح البنك تباطؤ نمو الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% عام 2023 من 5.8% محققة عام 2022. نظمت مؤسسة الوسيم الخيرية ليلة رمضانية لذوي الإعاقة بالعريش تحت رعاية الشيخ إبراهيم الأرجاني رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء. حضر الليلة الرمضانية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية. شهد حي المطرية بالقاهرة أكبر مائدة للإفطار الرمضاني في مصر بمشاركة الأطفال والشباب والشيوخ، وتم تنظيم مائدة إفطار تتسع لمئات الأشخاص من أهالي الحي القديم والضيوف، وألاق الأمر رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حين نشرت صور من هناك، اعتبرها كثيرون تمثل روح وحقيقة شهر رمضان في مصر الذي يأخذ طابعا مختلفا. وبدأ تنظيم تلك المائدة الرمضانية عام 2013، ثم بدأت تكبر شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى حجمها الحالي. قامت مبادرة وطن واحد بتنظيم حفل إفطار جماعي بمدينة المنصورة نظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتزامن مع تدشين أعمال المبادرة في المحافظة، حيث تستهدف إقامة 6 قوافل طبية في 6 مراكز ب4 مراكز وتوزيع 4000 كرتونية أو كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وتضم القوافل الطبية جميع التخصصات وصرف جميع الأدوية بالمجان. إحنا بدأنا اليوم بالاصطفاف السيارات اللي هي القافلة المواد الغذائية، سيارات أيضا القافلة الطبية. بدأنا من الصبح توزيع القافلة الطبية على 6 مراكز في على مستوى المحافظة، أيضا القافلة الغذائية تلاتها بالتوزيع على 6 مراكز أيضا نفس المراكز يعني. فختمنا بإفطار جماعي على مستوى كبير جدا، يعني حضر النهاردة فوق يمكن 7000 مواطن مصري من محافظة الدقهلية، بالإضافة لمواطنين مصريين أيضا من محافظات أخرى. حضر ناس معانا من سيناء، حضر ناس معانا من مطروح، حضر ناس معانا من أسوان، حضر مجموعة كبيرة جدا. إذن شريحة من المجتمع المصري حضرت وانسجمت مع بعض النهاردة في بوتقة واحدة في محافظة الدقهلية. نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إفطارا جماعيا، وذلك بحضور عدد كبير من المزارعين المستفيدين من مبادرة إسرع. المزيد نتابعه في التقرير التالي. بحضور عدد كبير من المزارعين المستفيدين من مبادرة إزرع، هذه المبادرة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف إفطاراً جماعياً حضره مئات من الفلاحين في محافظة القليوبية. يوم عظيم في شهر عظيم في وطن عظيم اليوم في رحاب محافظة القليوبية وفي رحاب الوطن المصري العظيم، مبادرة إزرع، هذه المبادرة التنموية التي تستهدف محصولا استراتيجيا ألا وهو القمح. هذا المشروع القومي الذي تبناه تحالف الوطني، هذه المبادرة الرائعة التي دعاها السيد رئيس الجمهورية وتبناها وتلقفتها الهيئات التي تعمل في مجال التنمية بكل نجاح، وهذا هو الدليل. هذا اليوم العظيم يوم رائع، احتفالية، عرس كبير، الهيئة القبطية الإنجيلية تؤكد وتثبت للجميع أن مصر بالفعل ستنجو بالحب، وأن الوطن لله وأن الدين لله والوطن للجميع. هو طبعا الفطار دوت بيشير إلى أن احنا كلنا رجل واحد، وإننا كلنا هدفنا هو بناء مصر وبناء العملية الزراعية في مصر والقيام بأفضل ما يقدمه المواطن المصري بعضنا البعض. يجب علينا جميعا أن احنا نكون يد واحدة في كل شيء، وإن دل هذا التجمع أو هذا الصحبة الجميلة يدل على إيه؟ على أن مصر هتفضل طول عمرها يد واحدة وإيد واحدة وفي سبيل الرقي والتقدم بالعملية أو بمبادرة إزرع
اللي بتوفرها لنا الدولة إن شاء الله يا رب. احنا بنشكر التحالف الوطني ان عمل هذه المبادرة وعمل انك انت تزرع 1.5 مليون فدان قمح وفول صويا عشان ما نحتاجش دايما نبقى محتاجين لبرة، عندنا اكتفاء ذاتي من عندنا احنا، ده شرف لمصر انها تعمل اكتفاء ذاتي لاولادها. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يعمل بصورة اساسية لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق. بندعم الفلاح المصري، بندعم الاقتصاد الوطني، بندعم الزراعة الوطنية، دي كلها نجاحات كبيرة. التحالف الوطني لم ينتهي عند هذا الحد، ولكن في كام مبادرات، في مبادرات خاصة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر، 149,000 مشروع صغير، دعم اكثر من 6 مليون كرتونه توزعوا في شهر رمضان في مبادره كتف بكتف، ايضا في دعم العلاج اكثر من 5 مليون مواطن تم علاجهم على نفق التحالف. التحالف انفق 14 مليار جنيه في خلال عام، يعني دعم الاسر الاكثر احتياجا. وطبعا التحالف فعلا مبارك من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدعوم، والتحالف خطته مستمره انه هيزرع 500,000 فدان هذا العام، انه هيدعم مشروعات صغيره اكتر، ان التحالف ايضا ضم 600,000 اسره لبرنامج تكافل وكرامه بدعم وصل ل 3.5 مليار جنيه التحالف انفقهم من اموال الجمعيات لصالح الاسر الاكثر احتياجا في مبادره تكافل وكرامه. كل دي انجازات تحققت، وهو ده التكافل المجتمعي، وهذه الحمايه الاجتماعيه اللي المجتمع المصري والمجتمع المدني حريص جدا انه يشارك جنبا الى جنب مع المصريين جميعا. النهارده الحقيقه هو يوم مهم جدا بالنسبه لنا كهيئه قبطيه انجليه للخدمات الاجتماعيه، هي عضو في التحالف الوطني منذ انشائه في مارس 2022، والنهارده هو احتفال مهم جدا لانه بنحتفل بافطار رمضاني ما بين الهيئه القبطيه الانجليه ما بين باقي اعضاء التحالف مع المزارعين مبادره ازرع، ونهارده في القليوبيه، لكن ان شاء الله مكملين في باقي الايام في باقي محافظات عمل المبادره. النهارده بنقول ان احنا كلنا كنسيج واحد، كلنا مجتمعين حول مائده الافطار في ايام مباركه، في ايام بتجمعنا للخير، وزي ما قلت المزارعين هم اهل خير واحنا في ايام خير. هدفنا الاساسي هو المساهمه الاساسيه في تحقيق الامن الغذائي، وده مش هيتحقق الا بوجود مزارعين اقوياء زي اللي مشاركين دلوقتي معانا في مبادره ازرع. يذكر أن مبادرة إزرع أطلقت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستهدف في المقام الأول تحسين دخل 100,000 من صغار المزارعين وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوسيع رقعة الأراضي المزارعة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تشن غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية. كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه اعترض صواريخ تم إطلاقها من لبنان، مشيرا إلى أنه يتم تقييم الوضع على الحدود. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 34 صاروخا أطلقت من لبنان، 25 منها تم اعتراضها وخمسة سقطت في إسرائيل. من جانبها قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن إسرائيل قصفت بالمدفعية جنوب لبنان بعد استهدافها بالقذائف الصاروخية. عثرت وحدة من الجيش اللبناني على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق جنوبي البلاد، وقال الجيش اللبناني إنه جاري العمل على تفكيكها، لافتا إلى أنه يقوم بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة الموجودة في لبنان. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رفض لبنان أي تصعيد عسكري من أراضيه، وشدد ميقاتي على بيان إدانة لبنان وشكبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، موضحا أن بلده يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري، كما يرفض استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم. ندد الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، داعيا جميع الأطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس.
وشدد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجريك على ضرورة تجنب أي فعل أحادي الجانب قد يؤدي إلى تصعيد جديد للأوضاع. من جهتها أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل في بيان عقب قصفا نفذته إسرائيل على الجنوب اللبناني أكد أن الطرفين لا يريدان الحرب داعية إياهما إلى التهدئة. وأعلنت القوى الدولية التي تنتشر جنوب البلاد الفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أعلنت أن الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان وذلك قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. انتهت جلسة مجلس الأمن المغلقة بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط دون التوصل لتوافق إزاء التطورات الموجودة في القدس المحتلة. وقال رئيس الدورة الحالية للمجلس السفير الروسي فاسيلي نيبينيزيا إن التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة خطير. من جهته قال ممثل الولايات المتحدة إن هناك جهودا قائمة لمحاولة تقليص التوتر ووقف أعمال العنف. شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة، استهدفت طائرات جيش الاحتلال موقعا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بثلاثة صواريخ على الأقل، وهو ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين. كما قصفت موقعا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بصاروخين، واستهدفت بثلاثة صواريخ موقعا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل على تهدئة الموقف بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى. وأضاف نتنياهو في بيان أن إسرائيل ملتزمة بضمان حرية العبادة وحرية وصول أتباع جميع الأديان، كما أكد كذلك التزامها بالوضع الراهن. قال مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط إن بلاده تشعر بالقلق إزاء التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين وتحث جميع الأطراف خاصة إسرائيل على ضبط النفس. وأضاف المبعوث الصيني في بيان للخارجية الصينية إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جوهرية لإيجاد حل سريع ومناسب للقضية الفلسطينية. عقد اجتماع مجلس الدولة الأعلى بين روسيا وبيلاروسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث بحث الجانبان مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات بين البلدين والوضع الدولي والإجراءات الأمنية. من جانبه قال بوتين إن مهمته هي إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة لا يمكن عندها إلحاق أي ضرر بروسيا. شارك مئات الجنود من 6 دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو في تدريب مشترك للقوات البرية بشمال شرق بولندا، وأجرى تنظيم التدريب من جانب الجناح الشمالي الشرقي المتعدد الجنسيات، واعتبرت وارسو أنه يثبت استعداد الحلف للدفاع على الجناح الشرقي للناتو. أكدت موسكو للسفيرة الأمريكية أنه لا جدوى من محاولة الضغط عليها في قضية الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش الذي أوقفته السلطات الروسية بتهمة التجسس. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الضجة الإعلامية حول هذه القضية بهدف الضغط على السلطات الروسية والمحكمة التي ستقرر مصير إيفان جيرشكوفيتش لا جدوى منها وأنها لا معنى لها أيضا. وفي فرنسا تواصلت الاحتجاجات التي تنظمها النقابات العمالية ضد إصلاح نظام التقاعد، وفي الموجة 11 من الإضرابات والمظاهرات وقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين وسط العاصمة باريس، حيث أكدت الداخلية الفرنسية اعتقال 111 محتجا، فيما قالت إن 154 من رجال الشرطة أصيبوا في المواجهات. هذا فيما دعت النقابات العمالية إلى موجة جديدة من الإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد يوم 13 من إبريل الجاري.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد العمل على تحسين الخدمات والمرافق وإيجاد فرص عمل، ويشدد على أهمية الوحدة لتحقيق التقدم. الرئيس السيسي يتفقد معرض الأسر المنتجة بالأسبرات ويؤكد دعم أصحاب الحرف اليدوية. بعد التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس، والجيش اللبناني يعثر على صواريخ معدة للإطلاق. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. هذه تحياتي لأي أباظة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.